بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. احنا معاكم على الهوا، هستنى كل تليفوناتكم. والنهارده الاكل خطير يا جماعه. بصوا بقى، اول حاجه هنعمل تشيكن زنجر اللي هو بتاع المطاعم ده، الساندوتش الخطير ده سهل جدا ولا اي حاجه. هنعمل شويه تتبيله كده حلوه اقول لكم عليها، وهنعمل التغطيه كمان قبل ما نحمره، وكمان الصوص بتاعه اللطيف اللي بيتحط في الساندوتش. يا سلام. احنا طبعا بقى الصيف والاجازه والعيال كلهم خلاص خلصوا امتحانات، واحنا كمان بنبقى زهقانين قوي من وقفه المطبخ، وعملنا خضار وعملنا كل حاجه، فنغير شويه باكل المطاعم الظريف ده في حته ساندوتش تحفه. وحتى لو مش هتحطيه في الساندوتش، ممكن نعمل التشيكن زنجر بقى جنبه مكرونه الولاد ياكلوه مثلا مع بواقي اكل، يعني فاهمه؟ هتتصرفي كده وتعمله لهم ان شاء الله يعجبكم يا رب. والوصفه الثانيه هنعمل بقى ايه؟ بصوا يعني المستريحه، وصفه جميله قوي. وصفه حاجه حلوه اسمها المستريحه، يعني علشان ايه؟ برضو نجدد ونغير، وهي سهله جدا، هي مستريحه فعلا. وصفه سهله جدا وبسيطه، مكوناتها كلها عادية خالص وهتعجبكم قوي إن شاء الله. يا رب الحلقة تعجبكم. فاصل بس في يعني أسرع ما يكون، ونرجع تاني على طول مع بعض نبتدي في التشيكن زنجر، وهستنى كل تليفوناتكم، فخليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. احنا معاكم على الهوا يا شباب، لو سمحتوا تكلمونا، اي حد عنده اي استفسار عن اي وصفه اي حاجه قولوا لنا عاملين اكل ايه النهارده. هستنى تليفوناتكم، استاذ شريف هينزل لكم الارقام حالا دلوقتي، ونورونا بقى بتليفوناتكم. ونخش بقى في الحكايه اللي احنا هنعملها، تشيكن زنجر، وصفه سهله 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 ولذيذه، وهنعمل الصوص بتاعها كمان خطير. ايه بقى الموضوع؟ انا معايا نص كيلو من الاوراك الفراخ المخليه من العظم ومن الجلد. انت بتقولي للفرارجع عايزه اوراك شبه تقطيعه الشيش طاووق كده، تمام؟ بتبقى مخليه خالص من العظم ومن الايه؟ الجلد. هنتبلها بقى. هنتبلها بايه؟ ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من الثوم البودره، وبرده والبصل البودره، معايا كوبايه من اللبن الرايب. لو ما عندكيش لبن رايب تقدري تستبدليه بحاجتين، يا اما كوبايه لبن عليها عصير نص ليمونه وتركنيها على جنب كده 4 5 دقائق هيبقى رايب نستخدمه، او حتى بدل النص ليمونه نحط معلقه كبيره خل، ده بديل الرايب، او نستبدلهم بالزبادي. هنعمل 3 كوبايات زبادي، اللي هي كوبايه الزبادي بتاعت العشا الصغيره دي، 3 بما يعادل تقريبا كوبايه اللبن، هنحطها معاهم ونتبلها، تمام؟ هنحتاج كمان الهوت صوص دوت، صوص كده اللي هو الصوص الحامي الحراق ده، بيتباع في السوبر ماركت وسهل قوي، برده لو مش متوفر عندك تقدري تستبدليه برشه شطه خفيفه جدا، تمام؟ معانا معلقه صغيره من الجنزبيل البودره، ومعانا كمان مستردة بودره، لو مش موجود المستردة العاديه يعني مفيش مشكله، الاثنين هينفعوا، يا اما معلقه صغيره من المستردة البودره، او نستبدلها بالايه؟ المعلقه مستردة عاديه، صوص المستردة العادي. وبس، هي دي التتبيله ولا اي حاجه تانيه. الحلو بقى في التتبيله دي لما نسيب الفراخ منقوعه فيها يعني بالقليل ساعه، كل لما تطول طبعا تبقى الطف، لكن هي عامه الاوراك بتبقى طريه وكمان متقطعه حتت صغيره يعني مش حتت كبيره، فان شاء الله التتبيله هتلحق ايه؟ تعمل فيها مفعول قبل ما نغطيها بقى التغطيه اللي قبل التحمير، اللي هي عباره عن ايه؟ انا معايا تقريبا كوبايه ونص من الدقيق، هنحط عليهم نص كوبايه نشا، تمام؟ كوبايه ونص دقيق ونص كوبايه نشا، معانا كمان كورن فليكس مطحون، وده بيبقى الطف حاجه عشان تبقى التغطيه من بره كرانشي كده واخده لون ذهبي ظريف، او حتى في اللي هو اللي زي البقسماط ده بس بيتباع عند العطار، قولي له انا عايزه اللي هو اللي شبه مش عارفه اسمه ايه، راح من بالي لا اله الا الله، انا عجزت يا جماعه الظاهر عليا وانا مش واخده بالي، ده البقسماط الاصفر اللي هو الخشن، بتلاقوه عند العطار وفي السوبر ماركت، مش اسمه راح من بالي دلوقتي، هيجي دلوقتي وانا بقول لكم. ومعانا بقى ايه كمان؟ معانا بيضتين، طبعا هنخففهم بشويه ميه او ممكن شويه لبن زي ما تحبوا، مع رشه ملح وفلفل، وهنحط على الدقيق برده ملح وفلفل وبصل بودره وثوم بودره علشان ايه؟ ينكهوا كده ويبقى لطيف، ونحمره في الزيت بس كده ولا اي حاجه تانية. وهنخلص بس الحكايه دي ونقول لكم على الصوص كمان اللي هنفرده في الساندوتش قبل ما نحط التشيكن زنجر الخطير.
فنطلع كده بولة اهو، ونحط فيها بصوا الاوراق بتاعت الفراخ متقطعة مكعبات كده، ايه يعني صغيرة مش كبيرة اهو، بصوا اهو. تقولي للراجل بتاع الفراخ عايزاها متقطعة زي بتاعت الشيش طاووق كده، تقطيعة الشيش طاووق من غير ولا عظم ولا جلد، هنحطها كده عشان تبقى حلوة في الساندوتش كده، او حتى لو مش هنحطها في ساندوتش زي ما اتفقنا ممكن تتاكل مع مكرونة ولا حاجة فتبقى ايه لطيفة. هنحط بقى التوابل، هحط الملح والفلفل، ملح وفلفل والبصل البودرة والثوم البودرة والجنزبيل والمستردة، وزي ما اتفقنا ممكن نستبدل معلقة المستردة البودرة دي بالمستردة العادية خالص اللي عندنا في البيت هتنفع وزي الفل. والصوص الحامي ده الحراق اللي هو تشالي صوص ممكن نستبدله برشة شطة، ونحط بقى اللبن الرايب او زي ما اتفقنا ممكن نستبدله بكوباية لبن عليها معلقة كبيرة خل او نص عصير ليمونة. معانا مين؟ كارما. يا كارما الو. انا اللي كلمت حضرتك المرة اللي فاتت. ازيك يا كارما؟ ده انا فرحانة قوي ان انت كلمتيني تاني، عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. عامله ايه في الاجازه؟ مبسوطه ولا انت اصلا يا كارما لسه ما رحتيش المدرسه؟ لا في كي جي 1. اه طيب، يعني امتحانات برضو ومذاكره وبهدله يعني بصراحه. طب والاجازه حلوه بقى صح؟ ماما بتعمل وصفات. ماما بتعمل وصفاتي؟ الله، انا بحب ماما قوي وبحبك انت كمان يا كارما قوي قوي. طب انا عايزه ماما بقى تشوف وصفه التشيكن زنجر دي وتعملها لك، ايه رايك؟ بتحبي الفراخ الحلوه؟ خدي معاكي بيان. ايه يا كارما بتقولي ايه؟ مش سامعه انا تاني. خدي معاكي بيان. اعمل ايه؟ ماما بتعمل وصفاتك وبحبك. وانا بحبك قوي يا كارما وبحب ماما، ومبسوطه جدا ان انت كلمتيني وفرحانه ان ماما بتعمل الوصفات الحلوه دي عشان انت حلوه، فماما بتحبك قوي بتعملك حاجات حلوه. عسل. حبايبي الصغيرين لما بنقابل بعض لما بقى بره مثلا ولا حاجه، وفي بقى صغيرين بقى بيبقى في احضان وشقلباظات جامده، انا بحبهم قوي. انا حطيت الفراخ في التتبيله اهو، يفضل طبعا ان انتوا تسيبوها شويه حلوين كده في التلاجة زي ما اتفقنا ساعه مثلا ولا حاجه، دي اقل حاجه. ونحطها في التغطيه، هنتبل الدقيق بالملح والفلفل وهحط معاه النشا والتوابل زي ما اتفقنا، والبيض هنخففه بميه وملح وفلفل. معانا نوره. اهلا اهلا يا نوره. صباح الفراخ. يا صباح الورد. عامله ايه؟ مال صوتك انت، عيانه ولا ايه؟ لا ده زعلان. ليه يا حبيبتي؟ يا نهار ابيض، مين مزعلك؟ بس نحطه في الفرن. كنت عايزه اشوف الفراخ، انا مربيه فراخ كنت عايزه اشوفها. ربنا يسامحهم ولادي بقى قد التكسير وقعوا قد طلعوا مصاريهم. يا خبر ابيض، فانت زعلانه؟ لا ما تزعليش بقى، معلش شقاوة العيال هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل ايه؟ العيال دول شقاوة شقاوة شقاوة، ربنا يا رب يفرحك بيهم يا حبيبتي. لا مش عايزة صوتك يبقى زعلان كده بقى. يا نورة راحت فين؟ يا نورة كلميني تاني يا نورة، وخلاص ما تزعليش بقى، قدر الله وما شاء فعل، خلاص ما تزعليش. أنا إيه هجيب مية أو ممكن لبن زي ما تحبوا، نخفف بس إيه البيض بمعلقتين كده كبار، وهرش برضو عليه ملح وفلفل. وانا عملت ايه في الدقيق؟ حطيت ملح وفلفل والنشا، وحطيت كمان ايه البصل البودره والثوم البودره والبابريكا على الدقيق وقلبتهم كده. وادي دول بيضتين خففتهم بشويه ميه او ممكن نخففهم بشويه لبن، وحطيت ملح وفلفل ونضربهم كده اهو. ومعايا ايه الكورن فليكس المطحون دوت بس كده، ونقوم بقى واخدين الفراخ اللطيفه دي، فهنعتبر يعني انها قعدت لها ساعه ماشي، ونحطها في الدقيق كده، الدقيق اللي بالنشا ده خليها بقى مقرمشه ولطيفه جدا تحفه. نفضها كده وننزل عليها كده بالبيض بالشكل الحلو ده، وبعدين ايه البقسماط الخشن او الكورن فليكس المطحون
كده. بصوا خطيرة حلوة جدا. طبعا بعد ما بنغطيها التغطية دي بندخلها التلاجة برضو 10 دقايق ربع ساعة علشان بس الكلام ده كله يبقى ماسك فيها، فوقت التحمير تبقى معاكي ناجحة جدا. احنا معانا طبعا كام واحدة هنا كنا حاطينهم في التلاجة، وان شاء الله يكون الزيت سخن بقى ان شاء الله، يعني يا زيت ما ينفعش كده. بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بارد هنحطه وهيسخن دلوقتي معانا عشان نحطهم في الساندوتش. نحط برضو اللي انا عملتها معاكم اهي، يلا هيتحمر وياخد لون لطيف جدا، وعلى طول ايه نستخدمه في الساندوتشات. عايزه قبل بس ما نطلع فاصل اقول لكم على الصوص بتاعه، ولا احنا عندنا فاصل دلوقتي على طول يا استاذ شريف؟ قول لي. طيب هقول بس الصوص بسرعه ونطلع فاصل ونرجع نعمله. ايه بقى صوص الزنجر اللي هنحطه في الساندوتش دوت؟ معايا 4 معالق كبار من المايونيز، ممكن مايونيز لايت، هيبقى لو انت يعني مش عايزه المايونيز يبقى يتخن وبتاع استخدمي المايونيز اللايت، ظريف برضو. 4 معالق هنحط عليهم معلقتين كبار من الكاتشب، معلقه صغيره خالص من الهوت صوص اللي انا برضو حطيته في التتبيله، الصوص اللي هو الحامي الحراق، ممكن نستبدله زي ما اتفقنا برشه شطه او ما تحطيهوش خالص مفيش مشكله. وهنحط برضو معلقه صغيره من المستردة ورشه ملح ونص معلقه صغيره من البابريكا، وهنقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه عشان نفرده في الساندوتش ونحط عليه بقى خس جبنه، خيار مخلل، شرايح طماطم زي ما انتوا عايزين، مع بقى ايه التشيكن زنجر في العيش الفينو كده، بيبقى خطير وحلو جدا جدا. ان شاء الله يا رب يعجبكم. احنا بس هنروح فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل اجيب العيش الفينو ونعمل ساندوتش كده مع بعض، ونخش بقى على طول في الايه في وصفه المستريحه. انتوا عارفين في اللي مش عارفه في اسمها ايه الحاجات اللي طالعه دلوقتي، الايه الهفتانه والشرقانه والحاجات كده والمدلعه والهفتانه ولا ايه، ولا انا اللي هفتانه مش عارفه. فاصل فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل الساندوتش الزنجر ونتكلم على المستريح، خليكم معانا. انا جيت. احنا مع بعض على الهوا، لو سمحتوا الحقوا كلمونا. احنا عملنا ايه في الفقره الاولانيه؟ عملنا التشيكن زنجر ولسه هو بيتحمر في الزيت، وصفه سهله جدا وظريفه. هنحطها بس في الساندوتش، وهنعمل الصوص اللطيف اللي هنحطه في الساندوتش قبل ما نحط التشيكن زنجر. هعيد تاني الصوص اخباره ايه. الصوص عباره عن 4 معالق من المايونيز، هنحط عليهم معلقتين من الكاتشب، معلقه صغيره من الهوت صوص، او ممكن نستبدله برشه شطه خفيفه جدا، هنحط كمان معلقه مستردة وملح وبابريكا وبس، ونعمل الصوص الحلو ده علشان نحطه في الساندوتش قبل ما نحط التشيكن زنجر الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض. استنى انا بدل ما احطه في البوله دي انا حاسه ايه، احطهم هنا كده على بعض على طول. اهو المايونيز هحطه على المستردة كده، والكاتشب اهو، مايونيز وكاتشب ومستردة والتشيلي صوص حبة صغننين خالص بس عشان ما يبقاش حامي قوي، بس كده شوية بابريكا وملح بس، ونقلب الكلام اللطيف ده مع بعضه. هو ده الصوص اللي احنا هنفرده في العيش كده اهو، بس كده معانا عيش فينو بقى طازه كده لطيف، شويه خس، معانا خيار مخلل وشرايح طماطم وشرايح جبنه كده اهو. هاخد لي كده ايه رغيف حلو واحنا بنعمله، ناخد معانا وفاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا اهلا وسهلا. انت بتعمل الناس محشي ليه؟ لا ازاي بقى، ما احنا عملنا محشي في رمضان وعملنا ازاي بس، قلت ريح شويه من المحشي. عايزاكي تقولي دلوقتي خبطه المحشي البتنجان بتتعمل ازاي. حالا يا حبيبه قلبي اقول لك حالا دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، نورتينا عسل. نحط ايه الطبقه الحلوه المدلعه دي على الايه
العيش عشان هتدي طعم برضو كده اهو. ممكن نفتحه خالص لو انتوا ايه حابين عشان يبقى شبه بقى بتاع المطاعم كده. استنوا ايوه كده. ونقوم بقى حاطين بقى ايه، نحط التشيكن زنجر على طول الاول كده مثلا اهو، بصوا. ونحط بقى خيار، خيار مخلل مثلا كده على الجنب، ومعانا كمان جبنه، شرايح جبنه شيدر كده مثلا، وطماطم وخس. هنحط كده الاول ايه طماطم كده وايه وخس. نحط بقى الخس بقى على الايه الناحيه الثانيه بتاعت الساندوتش كده اهو، بس كده. ونقفل بيه بقى ايه التشيكن زنجر الخطير قوي ده اللطيف، بصوا يجنن يا جماعه. عايز بس كده ورقه زبده زي اللي في المطاعم علشان ايه يتمسك كده حلو، والله ولا حتى محتاج ورقه زبده كده، واديله على طول. احنا عاملين شويه هناك كتير قوي اهو من التشيكن زنجر الخطيره، لذيذه جدا جدا. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتجربوها، وجربوها مع الصوص بتاعها ده هتعجبكم قوي، سهله قوي قوي ان شاء الله تعجبكم. عايزه اقول لكم بقى على الايه بقى الوصفه الحلوه اللي احنا هنعملها دلوقتي المستريحه. احنا الفتره الاخيره دي قعدنا نسمع عن الغرقانه والشرقانه والهمدانه والمش عارفه الجعانه، شويه حاجات كده، بس دي بقى المستريحه، وصفه مستريحه حقيقي يعني وسهله جدا. هقول لكم ادب معايا بسكوت، بسكوت الشاي العادي الصغير ده، بسكوت فانيليا الساده اللي بيتباع في السوبر ماركت وسعره رخيص وحلو كده موجود يعني. هنحتاج معاه معلقه قهوه سريعه الذوبان، هنقلبها في تقريبا اربع معالق كبار بالميه الايه السخنه، تمام، علشان الايه القهوه سريعه الذوبان تدوب ايه مع الميه. وممكن نكتر شويه لان الفكره ان احنا هنغطس البسكوت في القهوه. هنعمل بقى طبقه على البسكوت من فوق عباره عن ايه، معلقه ونص من الدقيق، عليها نص كوبايه سكر، عليها معلقه ونص من الكاكاو الخام، كوبايه لبن، بيضه واحده، ومعلقه صغيره من الفانيليا، وتقريبا 50 جرام من الزبده، يعني معلقه صغيره من الزبده، وكوبايتين ميه. كل الكلام الحلو ده هيتحط مع بعضه الاول كده على البارد، ويترفع على النار لغايه ما يسخن ويغلي ويتقل، بيبقى طبقه ظريفه جدا نحطها فوق البسكوت. وبتبقى اخر حاجه برضو طبقه تانية في الاخر خالص بعد ما نعمل الطبقات من المستريحه، بنحط اخر حاجه الطبقه الاخيره عباره عن 3 معالق كبار من الخلطه اللي احنا عملناها دي، بس هنضيف عليها معلقه او معلقتين كبار من الشوكولاته القابله للدهن عشان تدينا ايه طعم بقى ايه اغنى على الوش بس كده في الصينيه بتاعت المستريحه الحلوه دي. بتطلع خطيره خطيره جدا، ان شاء الله تعجبكم. عايزه اجاوب على سؤال المحشي الاول قبل ما نخش في المستريحه. خلطه المحشي هنقول مثلا نص كيلو من الرز، تمام، نص كيلو الرز ده هيحتاج مننا ربطه من البقدونس، الشبت، الكزبره. لو حسيتي ان الربطه كبيره قوي خلاص خليها نص ربطه، تمام. بنحط معلقه كبيره كمون، كزبرة، السبع بهارات او بهارات لحمة، الاتنين لطاف جدا، ملح وفلفل اسود، رشة شطة خفيفة. بتقلبي الكلام ده كله مع بعضه، وبتجيبي بصلاية حلوة كده متقطعة صغير او مبشورة صغيرة مش كبيرة على النص كيلو الرز، ونحطها معاهم ونقعد نفرك الكلام ده كله مع بعضه. وبعدين بتنزلي بتقريبا مثلا هنقول نص برطمان من معجون صلصة الطماطم، عايزين الخلطة كده تبقى فيها ايه طبعا، وملح وفلفل، تبقى لونها احمر، تمام. وبعد كده بنقوم حاطين زيت، نص كيلو الرز دوت هياخد له تقريبا نص كوبايه زيت، مش اقل من كده، عشان الزيت بيخلي رز المحشي كده مفلفل وحلو، لازم يعني المحشي يحب الزيت، تمام. وتقلبي الخلطه الحلوه دي وتدوقيها، لو محتاجه شويه ملح تاني ولا حاجه وبس، ولا اي حاجه، حطي بس رشه الشطه وبيطلع تحفه، ما تحطيش اي حاجه تانيه،
يعني في ناس تانيه تقول لك ما اعرفش نحط، حطي زعتر، حطي النعناع مفروم، لا 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 صدقيني هي بس كده بتطلع تحفه. وده كده طبعا على البارد. وخلي بالك لو الرز غسلتيه لازم تصفيه كويس قوي من الميه قبل ما تحطيه، عشان ما تبقاش الخلطه ميه كده، لا احنا عايزينها ايه، تبقى متسبكه حلو. لو عايزه تعمليها على النار يبقى بدل ما البصلايه تحطيها نيه معاهم، لا هتشوحيها، بس تبقى بصلايه كبيره بقى، شوحيها في معلقتين زيت، واول ما تبقى لونها كده مصفر خفيف تنزلي عليها بتقريبا نص كيلو من الطماطم المضروبه في الخلاط، ملح وفلفل ومعجون صلصه طماطم لغايه ما لونها كده يبقى حلو، وتسيبيها تبقبق فتتقل وتعمل ايه، صلصه متسبكه حلوه، تحطيها على الرز والخضره وتقلبي بنفس الحكايه بالظبط. بس كده هتبقى ايه الخلطه اخدت لها وقت على النار الصلصه، غير بقى اللي انا ايه عم نعملها على البارد. الخلطه دي حلوه جدا لجميع انواع المحشي، ومش محتاجه تعملي فيها اي حاجه، ودوقيها قبل ما تحشي بيها. عايزه تضيفي كمان لحمه مفرومه معاها، وممكن تكون لحمه مفرومه نيه، بيطلع تحفه ان شاء الله يعجبكم. انا رغيت كتير قوي، احنا عندنا فاصل ولا لسه؟ طيب فاصل بقى، فاصل اوام، ونرجع بعد الفاصل نعمل المستريحة. خليكم معانا. احنا مع بعض على الهوا، كلمونا قبل ما خلاص بقى دي اخر فقرة، الحقوا بقى اتصلوا بيا بسرعة اي حد عنده سؤال، وعايزاكم كمان تقولوا لي ايه رأيكم في الحلقة النهاردة. هعيد تاني المستريحة ماشي، دي وصفة حاجة حلوة كده ظريفة جدا، سهلة قوي، المكونات كلها بتاعتها بسيطة موجودة عندنا في البيت، وطعمها خطير هتعجبكم جدا. ايه بقى تاني معايا؟ بسكوت فانيليا، اللي هو بسكوت الشاي دوت، بيتباع في كل حتة وسعره رخيص ولطيف جدا. هاتيلك باكيت ولا حاجة علشان نعمل بيهم الوصفة. هنحتاج معلقة قهوة سريعة الدوبان، هندوبها بشوية مية سخنة ونقلب كده علشان نغطس فيها البسكوت ونعمل طبقات المستريحة الحلوة دي. نيجي بقى ايه للطبقة الكريمة اللي احنا هنحطها ما بين البسكوت، عبارة عن ايه، معلقة ونص من الدقيق، ونص كوباية سكر، تمام، معلقة ونص من الكاكاو الخام، كوباية من اللبن البودرة، بيضة واحدة بس، معلقة صغيرة من الفانيليا، تقريبا معلقة صغيرة من الزبدة، وكوبايتين من المية بس، ولا أي حاجة تانية. وصفة ظريفة جدا جدا إن شاء الله تعجبكم. الطبقة الخارجية اللي على الوش خالص بنبقى إيه، بناخد من الطبقة اللي احنا عملناها دي بتاعت الدقيق واللبن البودرة والكلام ده، بناخد منها معلقتين كبار، بنضيف عليهم شوكولاتة قابلة للدهن عشان نفردها بس إيه على وش المستريحة كده من فوق وبس، ولا أي حاجة تانية. وصفة ظريفة جدا جدا إن شاء الله تعجبكم. طيب أنا عايزة بقى إيه أجيب الحلة دي، هي لسه ما أنا ما فتحتش البوتاجاز ولا حاجة، وأحط فيها المكونات اللي أنا قلت عليها. عايزة الأول أحط كوبايتين من المية، وطبعا إيه المية اللي أنا هحطها، مفيش هنا كوباية جنبي، المية اللي أنا هحطها تكون فترة عشان الحاجات كلها إيه تدوب مع بعض، مش عايزينها سخنة ماشي. هنحط كده إيه، انا بحط كده بالويم عشان انا ايه مفيش عندي كوبايه، فعايزه اتاكد كده تقريبا كوبايتين ميه، تمام مش لاقيه كوبايه جنبي. كوبايتين ميه وندوب فيهم بقى الكلام الحلو اللي انا قلته ده. هننزل بالسكر كده، تمام، وهننزل كمان بالكاكاو، اهو ده الكاكاو اهو، والدقيق واللبن البودرة كده، نقلب الكلام الحلو ده على البارد قبل ما نحطه ايه على النار كده كده كده. ولسه هنكسر كمان بيضة، بس انا عايزة اضربها لوحدها الاول قبل ما احطها. نشيل بقى الحلة احطها على النار كده، حبيت بس ايه اقلبهم كده الاول يفكوا مع بعض قبل ايه ما نحطهم على النار. ومعانا بقى الفانيليا هنحطها على البيضة، وعايزة اجيب كده معلقة او شوكة، عايزة اخفق بس كده البيضة قبل ما احطها معاهم كده،
وانا حطيت لها الفانيليا، وهقوم حطها مع الخليط. معانا استاذه هاله على التليفون. الو الو، عامله ايه يا ست؟ اهلا اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه؟ بموت فيكي والله حبيبتي. يا رب يخليكي. انا حبيبه قلبي، انا زي الفل. انت ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله. الحمد لله يا حبيبتي، كله مية مية. خلصنا الامتحانات واخدين اجازه. نعم، بتعلموا منك كل حاجه. حبيبتي حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب. ده انا اتشرفت قوي قوي. عندك اي سؤال؟ اتشرفت بيك والله. شوف مره حبيبتي حبيبتي، لو عندك اي سؤال قولي لي، انا سامعاكي. عاوز طريقه بس المكرونه البشاميل. عيني يا روحي. حاضر، تسلمي. ميرسي على تليفونك يا سكر. بص انا بقلب الحاجات دي كلها، وحطيت ايه؟ حطيت البيضه. تمام، فاضل بس ايه؟ الزبده هنحطها، بس انا عايزاها ايه؟ يسخن شويه كده ونحط ايه؟ الزبده. نيجي بقى هنا للقهوه سريعه الذوبان، هحطها هنا كده، ومعايا بقى ميه، بس ميه سخنه علشان ايه؟ نقلب فيها القهوه. ومعانا ياسمين على التليفون. يا ياسمين. اهلا اهلا، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله الحمد لله. انت في سنه كام يا ياسمين؟ انا في سنه 6. طب وخلصتي بقى خلاص اخيرا صح؟ اه الحمد لله، ان شاء الله بالنجاح يا رب. يا رب يا رب يا روح قلبي. قولي لي هتتغدي ايه النهارده، ولا لسه مش عارفه؟ مش عارفه لسه مش عارفه. طب ايه رايك كده، يعني مثلا لو ماما سالتك تحبوا تتغدوا ايه النهارده، تقترحي عليها ايه؟ شاورما. يا سلام يا جامد. حبيبه قلبي، قولي لي عندك اي سؤال؟ اه عايزه طريقه صوص الشوكليت. موس الشوكليت. عينيا يا روحي. حاضر يا قمر، نورتيني بتليفونك يا سكر. بصوا انا ايه، القهوه دابت اهي خلاص مع الميه السخنه، ومعانا البسكوت اهو. هاخد البسكوت اللطيف ده نغطسه كده في القهوة بالمية، ونشيله كده تمام، علشان نبتدي ايه؟ نرصه في الصينية. ايوه كده، زي التيراميسو كده، زي ما بنعمل مع التيراميسو مثلا ببسكوت السافوايار، لكن ده بقى بسكوت فانيليا، بسكوت الشاي العادي. معانا استاذة بدور. ازيك يا شيف مروه؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. ايه الاسم الحلو ده؟ تمام. ايه الجمال ده؟ حبيبتي تسلمي يا رب، نورتينا. انت احلى. الله يخليكي. استاذنك بس توطي التلفزيون، انا مستنياكي يا بدور. ايوه انا معاكي يا شيف. حبيبه قلبي اموريني يا قمر. انا عايز طريقه الكريب لو سمحتي. عينيا يا حبيبه قلبي. الحلو ولا الحادق؟ لا الحادق. حاضر يا حبيبتي من عينيا. يا استاذه نهى، وصفه الكريب حالا لو سمحتي، عشان الاستاذه بدور من فضلك تعمل لهم كريب بقى خطير. بصوا انا عماله ارص البسكوت اهو، هي دي بقى المستريحه. بصوا تحس انها مستريحه فعلا، واحنا هنعملها واحنا برضو ايه، واحنا مستريحين يعني. مش عارفه انا ايه حكايه المستريحين دول، بس معلش. بصوا الجمال، لقوا البسكوت كمان ايه شكله حلو، عامل ايه منظر لطيف. هنفضل نعمل كده. نبص هنا على الكريمة اخبارها ايه، اللي هي الحشوة، هنفضل كده نقلب فيها. معانا ام حمادة، اهلا وسهلا. يا مساء الفل. عاملة ايه يا مرفوض؟ الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا رب. زي الفل، انت عاملة ايه؟ الحمد لله. تسلم ايديك يا مروه. حبيبتي تسلمي يا رب، الله يخليك. ايه رايك في المستريحه دي؟ جميله. يعني جميلة. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. انت اللي مريحاها بس. اه والله أكثر. الواحد عايز يستريح. يا ريتنا كنت، يا ريتني كنت المستريحه. انت اللي مريحاها بس يا مروه. عامله ايه يا مروه؟ الحمد لله تمام، نحمد ربنا الحمد لله. بقول لك يا مروه، عينيا عايزه طريقه للبساري يا مروه. طريقه للايه؟ للبساريه. البساريه. حاضر حاضر، ده حضرتك مزجنجيه قوي بقى يعني. جميله. من عندنا العظم بتاعنا. حبيبتي حبيبتي، عينيا تأمريني يا حبيبتي، انا اتشرفت جدا جدا، تسلمي. بصوا الخليط ابتدى يسخن اهو اهو، هحط له مكعب زبده اهو صغيره، قلب كده. لو حسيتي ان انت عايزه يبقى اغمق اكتر، زودي معلقه كاكاو كمان حسب ما تحبي اهو كده.
هنقلبه هتلاقوه تقل معاكوا شويه وتسيبوه بقى يبرد خالص او تدخليها الثلاجه. عايزه اوريكوا شكلها لما بقى بترتاح بقى بتبقى مستريحه بقى. بصوا اهي دي الكريمه اهي. انا لما نجيب ايه الاسباتيولا دي كده اوريها لكم. بصوا هاتها لنا يا استاذ شريف لو سمحت. ايوه اهي بتبقى بصوا ماسكه نفسها ازاي، تشبه كده المهلبيه، تشبه مهلبيه ايه الشوكولاته اهي. هي دي بناخدها كده ايه ونحط على البسكوت اللي احنا ايه سقيناه بالقهوه سريعه الذوبان مع الميه السخنه عشان تطر لنا البسكوت. بصوا بقى ايه هنوزع الخلطه اللطيفه دي كده اهو. هفردها كده وارجع تاني ارص برضو البسكوت. معانا منال. الو الو ست مارو. اهلا وسهلا، بحبك قوي حبيبه قلبي يا منال، يا رب يسعدك. عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي. قولي لي عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله يا رب دايما. كل يوم انا اول مره اكلمك حبيبتي. ده انا اتشرفت قوي والله ومبسوطه جدا ان انت كلمتيني بجد. انا بحبك قوي. الله يخليكي وانا بحبك اكتر حبيبتي. تسلمي. قولي لي عامله اكل ايه النهارده؟ انا عامله فراخ. يا عيني يا عيني حبيبتي. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا حبيبتي. الله يخليك. بس عايزه وصفه مكرونه بشاميل. عينيا يا روح قلبي. حاضر. تاني مره حد يطلب مننا المكرونه بشاميل في هذه الحلقه، اقول لك حالا دلوقتي. بصوا احنا بنعمل ايه، المكرونه بنسلقها، بلاش نسلقها قوي، خلي يبقى فيها قرشة سنة لأنها لسه هتاخد لها نص ساعة في الفرن فما تبقاش معجنة قوي. ولو إن ولو إن الحالة الوحيدة اللي أنا أحب أكل فيها المكرونة معجنة يعني شوية أو مستوية زيادة هي في المكرونة البشاميل بس، وأنتوا برضو براحتكم. بنعصج اللحمة المفرومة، بنحط معلقة زيت مش أكتر من كده لأن اللحمة المفرومة غالبا بيبقى فيها دهن، وننزل باللحمة وننزل بالبصل، ملح وفلفل، رشة من جوزة الطيب، معلقة من معجون صلصة الطماطم، ونقلب الكلام الحلو ده لغاية ما اللحمة تستوي وتبقى متعصجة معانا وظريفة. نيجي بقى لخطوة البشاميل. أحلى بشاميل البشاميل اللي يبقى إيه سايح كده يا جماعة، ملاهو تقيل قوي ولاهو خفيف مية، يعني وسط، لان ايه بيبقى بصراحه تحفه. عباره عن ايه بقى، حل على النار بتحطي فيها معلقتين كبار من السمنه عليهم معلقتين كبار من الدقيق، نفس مقدار السمنه هو نفس مقدار الدقيق، ياخدوا كده كام تقليبه كده وتنزلي عليهم بلتر من اللبن الحليب، لتر لبن يعني اربع كوبايات كبار من اللبن الحليب، وتحطي معاهم بقى ايه ويكون سائع او بدرجه حراره الغرفه ما يبقاش سخن، وتقلبي تقلبي علشان ايه البشاميل يفك معاكي. وهنحتاج برضو معاه شوربة، ممكن مثلا شوربة فراخ او شوربة لحمة اي حاجة، تقريبا من ربع كوباية لنص كوباية حسب ما تلاقي البشاميل معاكي محتاج. هنحط كمان مكعب مرق، ملح وفلفل، رشة من جوزة الطيب، وهنحط كمان معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي. الجبنة في البشاميل بتخليه خطير، اي جبنه حتى تنفع، حتى لو جبنه رومي، جبنه شيدر مبشوره، الجبنه المربعات، المثلثات، كله ده ينفع ويبقى ظريف جدا. نحطه برده مع البشاميل لغايه ما يتقل كده ويغلي، بيبقى تحفه. تقدري تدوقيه برده تطمني ان الملح بتاعه مظبوط وتمام. بنجيب بقى الصينيه ندهنها دهنه زيت خفيفه، دهنه الزيت دي بتخلي لما تيجي تقطعي حته المكرونه بالبشاميل ما تلزقش معاكي في الصينيه، تقدري تطلعيها بسهوله. ونرص الاول المكرونه ونحط عليها بشاميل ونحط اللحمه المفرومه وترصيها عادي خالص، وعلى الوش قبل ما ندخلها الفرن ندي لها كده رشه خفيفه من الجبنه، جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر. فرن بقى سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، هتاخد لها تقريبا 30 دقيقه بالكتير قوي 35 دقيقه، هتلاقي الوش اخذ لون كده والجبنه بقى شكلها سايح وخطيره. وبالهنا والشفاء احلى مكرونه بالبشاميل. انا هو ايه مستريحه ايه، هنفضل نعمل في الطبقات، نعمل في الطبقات كده ونرص لغايه لما نيجي للطبقه الاخيره اللي فوق، نحط لها بقى ايه شوكولاته قابله للدهن مع الطبقه الحلوه اللي احنا يعني مع باقي الطبقه دي، بتطلع مستريحه وخطيره. احنا عاملين واحده هناك اهو، انا مش عارفه هل الوقت يداهمنا ولا ايه، احنا لسه عندنا وقت ولا خلاص؟ احنا خلاص كده. حاضر، انا هعمل اخر طبقه اهو عشان اوريها لهم من البسكوت الحلو ده. طبعا بقى انتوا عارفين بقى طعم القهوه مع الشوكولاته تحفه،
ولسه لما المستريحه دي بتستريح بقى، يعني هي التركه انها لازم تستريح ماشي، هتلاقوا البسكوت بيطلع بقى مع الكريمه دي، كل واحد ياخد له كده حته في طبق، خطيره حلوه جدا. لو جاي لك ضيوف اعمليها من بدري وحطيها في الثلاجه هتعجبهم قوي اهو كده. واعملي طبقات بقى زي ما انت عايزه، كتير او قليل براحتك خالص، وحسب بقى كميه البسكوت اللي عندك كده اهو. وفاضل اخر ثلاث بسكوتات كده، واحده والتانيه كده والثالثه بس كده، وشكرا يا بسكوت. معانا بقى ايه؟ عايزين نجيب شويه كده من الخلطه دي، طبعا المفروض بقى تعملوا لسه طبقات طبقات زي ما انتم عايزين. هناخد كده منها هنا معلقتين من الخلطه دي، ونحط معاهم الشوكولاته القابله للدهن. تمام، ونقلب، وتبقى هي دي اخر طبقه خالص نفردها على البسكوت قبل ما ندخل صينية المستريحة الحلوة دي ايه؟ التلاجة. بس كده اهو. عندك بقى كريم شانتيه عايزة تزينيها زينيها، عندك مكسرات فستق مثلا ولا حاجة عايزة تفردي عليها براحتك خالص، ان انت بقى تزينيها وتديها شكل حلو كده من فوق، ده بقى ايه؟ حسب ذوقك وحسب ما انت تحبي كده اهو. احنا عاملين بقى واحدة هناك برضو بقى خطيرة، هنزينها دلوقتي بالكريم شانتيه معاكو. بس دخلوها بقى التلاجة اهي، بصوا شكلها حلو قوي ازاي. يعني كده ما نحط لها، يا رب بزينها حلو يا رب يا مسهل. كده عشان كل حد ياخد له كده ايه، مكعب او مربع من المستريحة الحلوة دي بالكريم شانتيه. بس كده احنا معانا كمان شوية فستق وبس. الحلقة خلصت للأسف، حلقة الهوا دايما بتجري كده عشان ايه؟ بيبقى اوقاتها حلوة معاكو. عملنا اول حاجة مع بعض التشيكن زينجر، الفراخ الزنجر دي ساندوتش حلوة جدا جدا، عملنا التتبيلة وعملنا الصوص كمان اللي احنا حشينا بيه الساندوتش. فكرة حلوة وسهلة وزي بره بالظبط، ونضيف بقى انت عاملاه في البيت ومتبلاها ومظبطاها، بتطلع ايه؟ خطيرة ان شاء الله تعجبكم. والوصفة التانية كانت الحاجة الحلوة المستريحة دي، صينية المستريحة حلوة قوي قوي، عبارة عن بسكوت وكريمة شوكولاتة، وحطينا لها كريم شانتيه في الآخر. وصفة ظريفة وطعمها حلو وسهلة قوي، يعني مكوناتها متوفرة كده وبسيطة، ناكل حاجة حلوة حلوة من ايدين ماما. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. بشكركم جدا ان انتم تتفرجوا عليا، تابعوني يوميا الساعة 1 على قناة النهار، ويوم السبت والحد والاثنين بنكون معاكم على الهواء. فان شاء الله بكرة بإذن الله هنكون مع بعض على الهواء، وبعد بكرة كمان الساعة 1 بعد موجز الأخبار على طول. هستنى كل تليفوناتكم. باي باي.